اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو تاني. اشتقتوا لي صح؟ المهم الليله الفيديو هيكون فلوج وانا باخذكم في يومين ثلاثه من حياتي. المهم انبسطت انه الفيديو اللي فات عجبكم. المهم اقول لكم شنو، احس لسه مستحيه ما اخذت عليكم. المهم ماشي الحديقه او احنا ماشيين الحديقه، الفيديو اللي فات جاني كومنت بيقول انه اقري سيلفي اقري ذا بوك جار باي سيلفيا بلاث وقولي لي انا رايك شنو. Funny thing، أنا بديت الكتاب الشهر الفات بس ما خلصته عشان يعني شوية الكتاب لو أنتوا عارفينه هو شوية تقيل mentally يعني، فا it was very heavy to the point where I was like I can't finish it، فوقفت لحد ما حسيت إنه أنا قادر أكمله اللي هو الليلة، فهكمل الشوية الباقي. فبعد ما أخلص الكتاب في الفيديو ده غالبا هأقول لكم رأيي فيه شنو. بس شوف الكتاب حلو صح؟ شوفوا floppy. حاسة انه ما في شيء تاني اقول لكم غير كذا. احكي لكم قصة حصلت برضو. تخيلوا امس I posted a tweet, a funny sarcastic tweet, والناس في تويتر قامت علي يعني انا ما، ويمكن انا شوي كنت زعلان وانا نزلتها. فيعني فانت لما تشوف زوج زعلان منزل حاجة وهو زعلان تقوم تجي تقرر انك تبقى لئيم معه ما علينا، بس في ناس كتير كانت عسل. فجاي اقول لهم انا بحبكم شديد، الله يسعدكم واحد واحد وبس. والله ما في شيء صراحة أنا أقوله غير كده، بس قلت أكلمكم إن أمس انجلدت في تويتر. دي أول مرة تحصل إنه أجت هيتد أونلاين، يعني هيتد أون أون. شوفوا يعني حصلت بس ما كان شيء شخصي، بس أمس كان شيء شخصي ف أو أمس كانت إكستريم أكتر قصدي، فاهمين علي؟ كنت أتوقع إنه ممكن يوم من الأيام إحدى فيديوهاتي في يوتيوب تمشي للجمهور خاطئ، ويعني كده تجينا كومنتس ويعني حاجات كده ما لذيذة، بس ما توقعت تجيني من تويتر اللي أنا أصلا اليوم كله فيه. الصراحة I handled it very well، يعني لما شفت الناس بتتغابة وبتتقل أدبها I just muted the conversation. I was like ما داري أشوف notifications زادوا، بس funny thing 600 followers، ف it makes no sense إنه أنت التويت أصلا بقت مشهورة أو it went viral عشان الناس كانت بتهيت on it. بس برضو في ناس قاعدة تفولو مي، they're hating on me they're following me no sense. المهم تاني شي my cousin رسلت لي قالت لي سماح بيتكلم عنك في سبيس. انا كنت نايمة يعني فلما صحيت شفت التكست ف I'm like سويتو سبيس عشان تتكلم على التويت الغبية، يعني بدها تقول شنو هنا عشان يتكلم عنه. انا جاي هنا اقول لكم ان الانترنت مكان ما فيه اي منطق يعني صراحة، بس يعني الناس ممكن تكون فاضية وما تصدق اي شيء بتشوفه في الانترنت. وحاسه نفسي قاعده ارامبل بس بيزيكلي انا ما اعرف، بس بدي اقول لكم انه انا الانترنت ده مكان قد يكون مرعب كثير. فا ايرونيكلي انا لسه بنزل وانا مستمره وانا يا رب الجمهور المريب ذاك ما يجيني هنا. يعني لو جوني هنا في يوتيوب انا بدأت هزعل، يعني انا لسه ما كونت قاعدة جماهيرية بتحبني وكده، فيقوموا يجوني الناس اللي بتكرهني قبل ما يحبوني، يعني صراحة ما حالة لذيذة. فيا رب هنا نكون كل الناس بنحب بعض وكوميونيتي لذيذة وبس. يلا نطلع ماشيين بعدين، يلا انا ماشي باي. جيت الشمس مشرقة في الغد ولي ولك لن تهتم لذا لنفسي فشنا يا كابتن فشنا لن نلوم والماضي ليس من نكون. الليالي لا تدوم لذا لنفسي لن نلوم. واحد عيونك جعلها تكثيرا وحيد اجيب لحظة غضب صرت ماضي في حياتي وانت بالماضي طموحي. صور فلوك؟ يا هاي 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 تلاقي هاي معكم من يارا. Karma's gonna track you down step by step from هاي الساعة حاليا 6:52 مشى الجيم بعدين مشى اشرب قهوة.
ما تنسوا تاخذوا مويه. واو ساعدتكم صح؟ خلصت الليل سويت لايكس. بس ما تاخذ يوغا كلاس، اول مره في حياتي اخذ يوغا كلاس، فماشي اخذ يوغا كلاس. انا جيت بس اكل، عايز احكي لكم عن اليوغا اكسبيرينس. It was really fun. It was so much fun. درس قلت لكم انه تجربوا حاجات جديده، وكمان جوالها يطفي لك اتس اون 6%، فلازم بس اطلب وبعدين اكل وبعدين هجيب قهوه وامشي بيت. صرتها يقال ان القمر ولا يطفي، فهطلع هركب تاكسي لانه 1%. Let's go. Bye. Hi. كتبت لي كومنت انه اقري ذا بيل جار وقولي لينا رايك فيه شنو، وانا اصلا كنت بقراه وقتها بس بطلت اقراه عشان حسه هقول لكم ليه بطلت اقراه، بس حسه خلصته قبل يومين. المهم خلينا احكي لكم عن ذا بيل جار. This is a spoiler free review للكتاب ده. اول شيء اذا انتو into books او into book talk او book tube او كده، هتعرفي انه الكتاب ده is very hyped. Everyone talks about this book. Everyone تقريبا on there have read this book. Everyone knows about it. فبيتكلم عن شو الكتاب ده. It talks about mental health and feminism in the 50s in the US. The main character هي Esther Greenwood. أستر غرينوود is a straight A student حياتها كلها لحد ما دخلت الجامعة. تدخل المجال بتاع الأدب وكده الخمسينات، يعني كان متوقع من البنات إنه بيطلعوا هيتزوجوا هيبقوا أمهات. أستر ما كانت عايزة كده، فالكتاب كله بيلف حول الحالة دي. ما عايز أحرق أي شيء، بس بعدين أستر نفسها تبدأ تعاني من مشاكل في صحتها النفسية، ودي دل يعني من إحدى المحاور بتاع الكتاب ده. و it gets really يعني heavy في النص mentally، يعني الواحد لو ما قادر يستحمله يعني اقروا trigger warnings حقته. please قبل ما تقروا اقروا trigger warnings. يعني انا I couldn't handle it ووقفت الكتاب. انا was like سماحي it's getting too bad، we're not gonna keep reading it لحد ما نقدر نتمالك نفسنا يعني ونقرأ تاني. حالة تانية it's برضو very problematic. no she is a racist. ما عارف إذا أستر هي الريسست ولا الأوثر هي الريسست، لأنه الأوثر ماتت بعد بشوية، يعني بعد ما الكتاب ده كان ببلشت. فنون أو مش نون، أنا شخصيا ما عارفة إذا هي كانت شخصية ريسست ولا ما ريسست، فما قادر أحكم إذا هي الشخصية دي الريسست ولا الكاتبة نفسها أصلا ريسست، فهي كانت تكتب الكلام ده ما 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 كجزء من بناء الشخصية. فالحالة دي يعني برضو إذا مثلا your any person of color basically، لانه يعني بلاك ما خلت بلاك بيبل، ما خلت ايجن بيبل، ما خلت هسبانيك بيبل، ما خلت زول ما علقت عليه تعليق يعني عنصري. وبرضه she's a body shamer. she's a body shamer. yes. if that's برضه something that disturbs you يعني don't، او يعني just keep it in mind يعني قبل ما تقروا. فهذه كل حاجات في الكتاب ده that people say انه الكتاب ده shouldn't be read عشانه، بس I don't think we shouldn't read it. I think عادي we can read it. يعني I don't think إنه هيأثر في أي شيء. الكاتبة نفسها كتبت الكتاب ده ما عادت، يعني ما أعرف منه هيستفيد من هو بجد. إنه لما الكتاب يموت منه بيستفيد. كم star من 5؟ I might give it a 4 stars أو 3.5. ليه ما 5؟ عشان الending، بس عشان الending. لأن أنا ما بعرف أقيس الكتب بال stars. that's something you should know. أنا ممكن ما بعرف أقيس أي شيء بأي شيء، أنا بس كده بس بدي أرقام. بس approximately يعني between the 3.5 and the 4.5. ليش؟ عشان it's really good really poetic، لأن أصلا سيلفيا بلاث كانت بتكتب شعر، يعني بتكتب يعني دي الروايات الأولى والأخيرة، لأنها متعودة أصلا في أدبها إنها تكتب شعر، فكلامها is really poetic. الأناليجيز حقتها relating to Esther was very concerning at some points. كتاب طلع لي من reading slump. literally I've been reading slump for 2 years. مسكت الكتاب ده ما قدرت افكه. بس
I really recommend this book. Read your trigger warnings. بس صراحة I'm just gonna believe إنه it's part of the character building في الكتاب. بس it's not actually Sylvia Plath being a racist and a body shamer. لأنه yeah. المهم لأنه صراحة I don't care. I enjoyed this piece of art. I enjoyed this piece of literature. Yeah, I'm not justifying fat phobia. I'm not justifying racist comments. Obviously, I'm just saying إنه she's a white woman in the 50s. يمكن it's part of the, you know, character building. I'm just saying. I'm not saying it's okay. I'm not saying no, it justifies it. But it's a novel. It's a novel. ما أي شيء في النوفل زي حنا نأخذه ومنقول أوكي صح. فهمين أنا بقول شنو؟ فبس والله. That's my opinion. My very humble opinion. يعني فحتى في حد بجد حبيته في الكتاب. Really resonated with my situation when I was like reading the book. اللي هي إنه أستر في يعني كانت بتستراجل to make decisions, major decisions in her life. وخصوصا انه بتحس انه هي برا من ال decisions المعتادة. وانا بغض النظر عن شنو my decisions اللي انا كنت محتارة فيها, كنت بس محتارة, ما كنت عارفة. كنت سؤالي الاغلب الحالات انه انا ما عارفة, انا ما عارفة اي شيء, انا ما عارفة اي شيء. I'm not certain of anything. It made me feel like I'm not alone. I didn't realize I loved this much لحد ما حسيت كنت بتكلم عنه. بس أقول لكم اللي بيحزن شنو, إنه it's not really a novel. بس الكتاب ده ملهم من حياة سيلفيا بلاث الشخصية. it's like an autobiography بس في شكل novel. that's not really a novel because it's true to an extent. to an extent في زي في النهاية في زي chapters زيادة about سيلفيا بلاث, about the book وكده. صراحة ما قريته مشان كنت معصبة شوية من النهاية. المهم دي نهاية الفلوج. ما في كنت عايز اقول لكم شنو البال, بس انا مبسوطة ان الفلوج ده اتعمل. thank you so much for watching. اتمنى لكم يوم جميل واحلام سعيدة. باي.